السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. اليوم باش نحكيو على حاجة بسيطة، نخرج ديما على المألوف كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل. الفيديو باش تولي، نحاول باش تولي أقصر من بين 10 دقائق وربع ساعة، على خطر الفيديوهات الطويلة معناتها أحسن تكون قصيرة وتكون مركزة. ونحاول باش نعمل زوز فيديوهات في الجمعة كنجم. طقس اليوم جدا جميل، عن ضيف جانا من باريس يطلع علينا، وهو توا قاعد يصور فيا في القهوة. اليوم حبينا نحكيو، فما ياسر من ما يسموا المسلمين، أنا أقول المسلمين، يقول لي كيفاش نخرج من الإسلام. ونقول له قبل ما تفكر بالخروج من الإسلام لازمك تحاول تفهم شنو هو الإسلام قبل كل شيء. تعرف أن الإنسان يكون مسلم مش بالوراثة، يعني فما ياسر عباد يخايبوا الإسلام هي مجرد وراثة، وهي مش صحيح. عمره ما كان الإسلام وراثة، الإسلام هو إيمان كما أي إيمان آخر، والإسلام هو الإيمان بتاعه نوعا خاص، معناته نوع خاص، هو الاستسلام والخضوع. يعني احنا نلاحظوا شنو معناتها الواحد باش يولي مسلم، شنو هو يقول لك شهد. شنو هي الشهاده؟ نحاولوا باش نفهموا شنو هي الشهاده. الشهاده هي لا اله، هذه النقطه الاولى، انك تنكر اي اله مهما كان، فهمت؟ ثم الا الله، الا الاله نتاع الاسلام اللي جاء به محمد. يعني هوني نفهموا ان الاسلام في الجزء الاول متاعه هو انكار كلي لكل فكر الهي غير فكر الاسلام واله محمد. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، محمد رسول الله. شنو معناها محمد رسول الله؟ يعني ان هذا الاله ارسل محمد كاخر الانبياء واخر الاديان، وان لا مجال لغير الاسلام. من هوني نفهموا العقليه الاسلاميه. العقليه الاسلاميه تعتمد على تحقير وانكار كل ما هو غير اسلامي، وهذه العقليه هي المشكله بتاعنا في العالم العربي الاسلامي، ان ننكر الاخر ونتهمه بالضلال ونتهمه بالكفر ونتهمه بكل شيء ونغزره كان لروحنا. اليوم في الحقيقة كما قلت لكم مانيش باش نطول ياسر، باش نحاول نجاوب على ثلاثة أسئلة طرحوهم لي ياسر عبيد، فهمت؟ السؤال الأول، فهمت؟ يقول لك هل هناك عدل في الكون؟ لو تجيو تشوفوا أنتم الكون هذا، تشوفوا مثلا كيفاش الصيد يهجم على الغزال، ولا النسر يهجم على الأرنب، تشوف هذا فما ظلم. يعني أنا كإنسان مانيش إله، نشوف نوعا معناتها كيفاش معناتها القوي على الضعيف. هذا يدل على ان العدل اللي يتكلم عليه الاديان بصفه عامه والاسلام غير موجود في الكون، فهمت؟ وانما هناك قانون الاقوى، قانون الاقوى هو اللي يحكم في الكون. اذا نحب نسال انا هذوما المتدينين، شنو هو العدل الالهي؟ هل العدل الالهي ان ياكل القوي الضعيف؟ هذا هو السؤال يعني المطروح. هذه مسألة معناتها نقطة أولى، وتنشوفوا الكون ونشوفوا مثلا الزلازل اللي توقع، ونشوفوا مثلا فهمت ساعات معناتها الكوارث اللي توقع الطبيعية، مانيش نحكي على الكوارث معناتها المفتعلة، يعني اللي هي معناتها مفروضة تكون معناتها تحت تصرف إله، يعني إله يؤمر بزلازل ويؤمر بفيضانات ويؤمر يعني تقتل الملايين، تقتل من الحيوانات والبشر والصغار والأطفال والذين تفرق بين كبير وصغير. هل هذا هو العدل الإلهي؟ إذن القول إن في الكون هناك عدل هو فكر خاطئ من الأساس، ليس له أي أساس من الصحة. لو هناك عدل حقيقي فالعدل هو الذي فهمت يجده الإنسان. مثلا احنا هوني في هولندا، موجودين مثلا في هولندا، نشوفوا مثلا باش توقع مثلا فيضانات، ولا باش توقع مثلا رياح عاتية، تلقى الهولنديين أو الجهاز الأمني يحافظ على حياة المواطنين ويستعمل كل الأساليب
لحماية الناس وحماية الحيوان وحماية الطبيعة. هنا نرى أن الإنسان أكثر عدلاً من هذا الإله، لأنه يحافظ على الطبيعة ويحمي البشر، يعني الدولة تحمي البشر والجهاز الأمني يحمي البشر. إذن هناك عدل إنساني أهم وأحسن مما يسمى بالعدل الإلهي. هذه النقطة الأولى. سؤال آخر سألوه لي، يقول لك شكون خلق الكون؟ يعني هذه فكرة السبب والمسبب راهي فكرة غلطة، لأن الذي يقول أن للكون خالق هو لم يحل المشكل. صحيح هو حل المشكل أن للكون خالق، ولكن هل حل المشكل أن من خلق هذا الخالق؟ هنا الشخص اللي يقول لك للكون خالق يقطع الموضوع كلياً ويقول إن الخالق هو واجب الوجود ولا يستحق إلى خالق. إذن أنا لماذا أذهب إلى بعيد وأؤمن بأن للكون خالق وأقول إن هذا الخالق ليس محتاج إلى خالق وأنه واجب الوجود، وأنا في نفس الوقت النجم نقول نفس الكلام هذا للكون؟ علاش ما نقولش إن الكون هذا واجب الوجود؟ علاش ما نقولش إن الكون هذا ليس محتاج إلى خالق؟ إذن هذه مسألة مهمة جداً معروفة، فهمت؟ يعني في المسألة هذه ياسر مهم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي ديما يسألوها العباد، يقول لك شنو بعد الموت؟ فهمت؟ شنو موجود بعد الموت؟ هل هناك حساب؟ يعني هل من المعقول ان انسان يظلم من بعد الموت يموت ومعادش فما حساب؟ رأي مسألة هذه من بعد الموت عبارة على أنا وإياك موجودين في بلاصه. جي أنت تعطيني افتراض، تقول لي مثلا راهو وراء هذاك الحيط فما هذاك الشيء، هل أنت عندك دليل؟ ما عندكش دليل. أنا نقول لك ما نعرفش، فهمت؟ وأنت تقول لي لا، وراء الحيط فما كذا وكذا وكذا وكذا، وتجيب لي الحكاية معناتها تألف لي من راسك. وإحنا جي نشوف الأديان، كل دين عامل ما يسمى افتراضات، فهمت؟ وعاتي افتراضات، لكن هل هذه الافتراضات كلها صحيحة؟ ما فيها حتى دليل. إذن أنا في عظم فكر فيما بعد الموت أو ما وراء الحائط، فأحاول أن أعيش هذه الحياة، هذه الحياة اللي موجود فيها توا، فهمت؟ أنا دجا كي نعيش هذه الحياة بالقدام كون حقق ذاتي. وهذه المشكلة متاع العرب والمسلمين، أنهم ينساوا هذه الحياة وما يعطيوهاش قيمة، ويفكر لي من بعد الموت، فهمت؟ يفكر لي من بعد الموت شنو بعد الموت، ويتبع لي معناتها في الحكايات الفارغة. انت عيش حياتك. فما حديث هو يعتبر ضعيف موجود، يقول لك من لم يعش جنته في دنياه لم يعشها في آخرته، فهمت؟ هذا حديث ما تلقيت وانا مرة قريته في حق الكتب، ما نعرفش عليه صحيح ولا مش صحيح. المهم انا هذا مثلا الحديث نجم ناخذه، راهو انا وطن نحكي على الاسلام، ما عنديش عداوه ضد الدين بصفه عامه ولا ضد الاسلام بحد ذاته، وانما عندي افكار مسبقه. مثلا من الافكار اللي جبنا نتخلصوا منها هي مثلا ننسى هذه الدنيا وما نعطيهاش قيمه، فهمت؟ نفكر فيما بعد، يعني ننسى الاساس ونفكر في حاجه مانيش متاكد منها. هذه هي المشكله، فهمت؟ هذه هي المشكلة الكبيرة. ونتمنى نعمل فيديو قادم، وبسلامة، ومرة جاية بسلامة.